لذة تلألأت أنوارا. ما للحب تعانق الأقمارا. الله أكبر، هل نور محمد ليكون لأفلاك الزمان منارا. أدى الرسالة شاهدا ومبشرا، ومحى الضلال وجاهد الكفار. حق اليتيم مزلته، وهو الذي باليتم حاز فخارا. صلاة وسلامي على بدر اتم فسلما، انطفأ شعاع الشمس منه لما تبسما، ولما مشى في ظلمة الليل فانجلى، اضاء ما كان من الكون مظلما. سألت من النوق الذي آمنت به، قالت مليح في البرايا معظما. قلت لها يا نوق ما صفاته؟ قالت يفوق البدر في كبد السماء. قلت لها نبع الزمان بكفه؟ قالت وروى العطاش من الظما. قلت لها هل ضحى النبي بمنى؟ قالت ولما. قلت لها هل ظللته غمامة؟ قالت عشاق كلما. قلت لها هل كلمته غزالة؟ قالت وقف. هل ضحت بمنى؟ قالت ولب وطاف واحرما. قلت لها يا نوح. قالت والعنكبوت نسج وخيما. قلت لها اين بلاده؟ قالت ارض البقيع وزمزما. قلت لها قصدي ازوره؟ قالت سافر الى طيبة والحبا. قلت لها يا لوك ما اسمه؟ قالت محمد شفيع لمن صلى عليه وسلم. اللهم صلي عليه عدد اللهم صلي عليه كما ينبغي ان يصلى عليه. اللهم صلي عليه كما امرتنا ربنا ان نصلي عليه. ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ايها الاخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من هذه الساحة الطاهرة، من بلدة العلم والعلماء مدينة كرلس، ننقل لكم هذا اللقاء الإيماني. عم الحاج علي تاج عليه من الله عز وجل سحائب المغفرة ونسائب الرحمات، مشاركة لأبنائه الكرام، مشاركة المعلم محمد علي تاج، ومشاركة المعلم محمود علي تاج، ومشاركة للمعلم السيد علي تاج، ومشاركة للأسطى إبراهيم علي تاج. كما جئنا مشاركة لأشقاء الراحل الكريم ولأبناء عمومته، وبدعوة كريمة من علم الواجب عميد عموم عميد بوفيهات جمهورية مصر العربية وصاحب بوفيه الحكمدار الأستاذ وليد تاج. وجئنا مشاركة أيضا لعلم الواجب والعملة النادرة في عالم الواجب الأستاذ أحمد حفظي وأشقائه الكرام في هذه الليلة القرآنية، ليلة سوف يذكرها التاريخ بين طياط في مدينة كرنس. ونسعد سويا باستضافة اعلام التلاوة بمصر والعالم الاسلامي. نستضيف فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الناصر حرب. كما نسعد ايضا باستضافة فضيلة القارئ الشيخ فتحي عبد الرحمن موسى قارئ مسجد سيدي السلطان ابو العلا بمدينة القاهرة. كما نسعد باستضافة
قارئ الشباب ونجم قراء المحافظة التقالية فضيلة القارئ الشيخ محمود السيد عبد الله. ايها الاخوة المؤمنون، هيا بنا لنعود سويا الى الواحة الفواحة التي لا ينتهي عبرها ولا ينقطع شزاها. ارتقى منصة القراءة قطب التلاوة بالاذاعة المصرية سفيرا من سفراء مصر بالعالمين العربي والاسلامي، صاحب الصوت العذب الندي الشجي، والذي امن على صوته كثير من الجاليات العربية والاجنبية حول بلدان العالم الاسلامي، وملك المقامات فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الناصر حرب. يتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عطاءً غير مجدود.
فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء بسم الله الرحمن الرحيم وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها بسم الله الرحمن الرحيم وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا عطاء غير مجذوذ
عطاء غير مجذوذ فلا تكفي مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباء ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعماله إنه بما يعملون خبير إنه بما يعملون خبير وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعماله إنه بما يعملون خبير
فاستقم 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 كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغى فاستقم كما فاستقم كما أمرت فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بصير فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء لا
وأقم الصلاة الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العظيم. يستوي الخبيث والطيب. طيب 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 طيب. شكرا. سكر بس. وأقم الصلاة. وأقم الصلاة.
وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى ذلك ذكرى للذاكرين. ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين.
وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. Yeah.
وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. هي مدينة كرنس بتنور بأعلام التلاوة في مصر، دي رقم واحد. رقم اتنين، ما تبخلش علينا، انت قرأت عزاء السيد الرئيس محمد حسني مبارك رحمة الله عليه، اقرأ مولاي. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة والتي أمتع بها القلوب. قرية عادي الإذاعة والتلفزيون العربي، فخر قراء محافظة القاهرة وسفير من سفراء القرآن الكريم في جميع الدول الإسلامية، هذا القمر اللامع والنجم الساطع فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرب، قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالقاهرة، ونقلت على أقوى الإذاعات المحلية والأضواء الكهربائية الحديثة ومحطات الديزل الكبرى، متنقلة عبر أنحاء الجمهورية تحت إدارة أولاد الحاج عبد سنجر بمركز ومدينة كرنس، من داخل مخازن الفراشة الكبرى وعالم فراش جمهورية مصر العربية الأولى، نظافة ومهارة وذكورة، والأسطول المتحرك والمصرح له بالتنقل عبر أنحاء الجمهورية فراشة الأمراء تحت إدارة المهندس وجيه حسنين مقيم بمركز ومدينة كرنس، وفي الأعوى العربي خدمات الفندقية المتميزة
والاحتمدار للخدمات الفندقية تحت إدارة الأستاذ وليد تاج مقيم بمركز ومدينة كرنس. تصوير التلفزيوني والبث المباشر وعملاق التصوير متعلق دائما في كل مكان مهندس محمد مفيد مقيم بميت مزاح مركز المنصورة بمحافظة الدقالية. وسط الفقيد راحل فقيد عائلات تاج بمركز ومدينة كرنس يتوجهون بخالص الشكر والتقدير لكل من أتى ليؤدي واجب العزاء. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وسبحان من له الدواء.